السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة على قناة مطبخ التيفي. اليوم إن شاء الله أنه واحد الأكلة ديال السمك، غادي نستعملوا سمك الكبايلة أو الإسقمري، وغنعملوا واحد الفريت أو بحال معقودة. غادي نعملوا بطاطا مع الأرز مع نشا الذرة، والحوت غادي نقسموه واحد، غادي نقليوه وحنا نعملوه في الفران، والبطاطا غادي نقليوها. وبقاو معايا، اكله خفيفه وبنينه. والبطاطا عملنا ليها، الحوت عملنا ليه واحد التتبيله بنينه بزاف وتستاهل التجربه. واكله اقتصاديه كما تعرفوا، راه الاسقمري رخيص، اكله الحمد لله تكون اقتصاديه بزاف. وبقاو معايا وما تمشيوش بعيد، ومرحبا بكم وشكرا على الحضور ديالكم. ونبداو الطريقة والمقادير. انا جبت غير كيلو ديال الاسقمري اولا ديال الكبايلة، تغسلت مزيان كما كتشاهدوا، هي تحاول ما امكن يكون الحوت غليظ ما يكونش رقيق. انا عملت واحد الاناء، درت فيه واحد شوي ديال الربيع، قزبور ومعدنوس. نضيف لي واحد شويه ديال الصلصه ديال الفلفل او لا مركزه الفلفل الحلو، بلاصه ديك التحميره او لا مسحوق الفلفل الحلو. عملت انا هادي شويه الابزار، شويه ديال الجنجبير، الكمون، قليل من الملح، وكملت زدت واحد شويه ديال البابريكا ولا وصرت عليهم واحد نص حامضه. نضيف واحد معلقة صغيرة ديال زيت المائدة، صافي. وغنديرو فيها الحوت ديالنا كيف هاد الطريقة اللي كتشاهدو. بعد ما كملنا الحوت ديالنا غنغطيو واحد شويه، واحد ربع ساعه ولا حتى نص ساعه بين ما نديرو حاجه اخرى. هنا غنجيب واحد نص كاس ديال الدقيق، دوك 3 المعالق ولا 4، نضيفو لهم غير الماء عادي. نضيفو لهم واحد شويه ديال البابريكا ولا مسحوق الفلفل الحلو، تحميره،
صافي ما غادي نديرو الحوت في ديك داك الدقيق المعجون اللي درناه و غنرشو و غنديرو في ديك الخبز داك فتات الخبز شابيلور. الا ما عندك شابيلور بلا ما تشريها ممكن تصوبيها في دارك، كتقطعي شوية ديال الخبز ديال البارح مثلا بيض ولا باقيط، حمريه في الفران و طحنيه. هادشي اللي عملت انا، يعني ما خديتوش صوبتو راسي. وخليت واحد 3 حبات، غادي نحاول نقليهم في الزيت، نقطعهم على جوج. صافي تنعمل لهم نفس الطريقه اللي عملت الاولين. هنا غادي عندي واحد 3 بطاطا تقريبا، 2 معالق ديال الارز سلقتهم كاملين، غادي نخلطهم ونزيدهم معاهم واحد شويه د الربيع. غادي نعجنهم، من بعد غنضيف لهم واحد المعلقة كبيرة ديال نشا الذرة عايزينها، صافي غادي نديرو هاد الكويرات اللي يدي بالزيت ونعمل كويرات بحال هاد الطريقة، ونحاول نديرهم بحال مستطيلات، نصاوبهم مستطيلات بهاد الطريقة، ونعملهم بالسميد هداك السميد ديال السميدة ديال الحرشة، مبقاتليش هاديك الشابيلور وعوضتها بالسميد. هذاك الحوت اللي عملناه ديال اللاطا غندخلو للفران يطيب، تشعلي ليه من التحت طيب واحد تلت ساعه ولا حتى نص ساعه، وتشعلي ليه شويه من الفوق يتحمر. وهذا غادي نقليوه، نقليو الاولى بطاطا هي الاولى،
باش تبقى لنا الزيت شويه نقيل. الحوت اذا سبقتي الحوت ما تصلح ليكش تعاودي تقلي فيها البطاطا، كتسبقيها البطاطا هذه عاد من بعد ديري تقلي الحوت. كتجي محمرة صفراء وشي وكتجي مقرمشة في الماكلة ديالها. صافي تنقليو الحوت ديالنا، وها الوجبة ديالنا جاهزة. عملت معها واحد لاصوص ديال صوص طوماط صوبتها، عندنا الحوت ديال الفران وعندنا المقلي وعندنا ديك البطاطا كي شتوها كي دايره. فحاولوا تجربوها، راه اقتصادية ويعني غدا اقتصادي كيطلبش بزاف. وشكرا على المشاهدة، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.